مقتل مدني وإصابة آخرين جراء قصف صاروخي ومدفعي متجدد من قوات النظام على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي. فريق منسقو الاستجابة في الشمال السوري يدين استهداف قوات النظام الأسد للمنطقة منزوعة السلاح التي تم الاتفاق عليها بين الدول الضامنة، ويطالب المنظمات الإنسانية بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة حركة النزوح الكبيرة. إطلاق سراح الصيدلي حمدو مطر من بلدة معردبسي في ريف إدلب الشرقي والمختطف منذ أيام بعد دفع أهله فدية مالية للخاطفين. عائلة المعتقل بلال بن فصيح حنداوي تعلن وصولها نبأ مقتل ابنها تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري التابع لنظام الأسد بعد اعتقال دام 7 سنوات. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول إنه تم الاتفاق بين روسيا وتركيا وإيران على خطة تنص على شروع الروس والأتراك في العمل على تحديد مناطق داخل نطاق وقف التصعيد في إدلب لتسيير دوريات مشتركة فيها. وكالة الأناضول التركية تقول إن القوات الأمريكية نقلت عشرات المقاتلين من تنظيم الدولة الذين استسلموا في محيط الباغوز إلى قاعدتها في حقل العمر النفطي بدير الزور.